بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بأفشان. قبل إن شاء الله ما نبدأ الفيديو ديال هذه الحلقة هذه، كنعتذر لكاع الإخوة والأخوات على التأخير باش ننزل هذا الفيديو، لأن بحكم الوقت كما قلت لبعض الإخوان في لي كومونتير ما يمكنليش ننزل كل أسبوع فيديو جديد لأن الوقت ما كيسمحليش. كذلك كنعتذر للاخوان اللي في لي كومونتير ديالهم طلبوا مني اني ننزل تمارين ودروس في بعض المواد اللي ما متخصصش فيهم القناه، لان كما كتعرفوا اخواني اخواتي القناه متخصصه في الميكانيك دي فلويد تيرميك ترموديناميك، وكذلك تصحيح بعض امتحانات البكالوريا الثانيه بكالوريا شعبه الفيزياء في ماده الفيزياء. الوغ كاين بعض الاخوان والاخوات واصدقاء القناه اللي طلبوا مني انني ننزل في بعض المواد مثل ميكانيك دو بوان ولا تريتمون سينيا، يمكن لي ننزل الاخوان اخواتي ولكن كيطلب مني وقت طويل، لان كما قلت لا سبيسياليتي ديال القناه هما دوك لي تخوا ماتيغ اللي ذكرناهم قبل. ولكن ان شاء الله الا جابتها الفرصه مستقبلا علاش لا نقدر ننزل كذلك دوك المواد اللي طلبتهم مني. نقطة أخرى قبل ما نبدأ إن شاء الله لا بريزونطاسيون ديال هاد لا فيديو هادي، باقي كنلاحظ أن الإخوان في لي كومونتير كيقولوا لي الله يخليك عطينا لي ليان ديال هاد لي زيكزارسيس ولا هاد لي بي دي إف اللي كتسجلهم. غادي نعاود نشير، واخا راني شرت لهاد النقطة في فيديوهات سابقين، أن لي زيكزارسيس الإخوان راني أنا اللي كنغيديجيهم، يعني أنا اللي كنكتبهم بيديا وكنطابيهم في البيسي، سكي في ما عنديش واحد لو ليان اللي غادي نقدر ننزلو لكم في الديسكريبسيون باش تقدروا تكليكيو عليه وتيليشارجيو هاد لي بي دي اف. انا كنت قلتها للاخوان الاخوات قبل، ولكن كاين بزاف ديال الاخوان اللي في لي كومونتير خلاو لي لي زادريس ايميل ديالهم كيطلبوا مني انني نصيفط لهم بار اكزومبل واحد ليكزارسيس بارمي هاد ليكزارسيس اللي عندي وكنصيفطو، ما كاين حتى شي مشكل. دونك بالنسبه لو ليان ما كاينش ليان اللي غادي نقدر نعطيها لكم باش تيليشارجيو، ولكن اي واحد احتاج شي اكزرسيس منزل في القناه يخلي لي كما العاده لادريس ايميل ديالو في الكومونتير وان شاء الله نصيفطو، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ اختاريت في هذا لا فيديو واحد بتي ريزومي على لي شونجور دو شالور، وفي الاخير غادي نشوفو ان شاء الله واحد لابليكاسيون باش نفهمو كيفاش نحسبوا سواء لا بويسونس ديال الشونجور ولا نحسبوا لا تمبيراتور ديال واحد الفلويد سواء في لونتري ولا في سورتي. الوغ غادي نبداو على بركه الله، نبداو بديفينيسيون ديال الشونجور. دونك ان شونجور دو شالور اي ان ديسبوزيتيف بيرميتون دو ترانسفيري باردون دو لينيرجي تيرميك دان فلويد فيغ ان اوتر سون لي ميلونجي. لو فلو تيرميك ترافيرس لا سيرفاس ديشونج كي سيبار لي فلويد. الوغ لوبجيكتيف ديال لي شونجور هو ان عندنا زوج لي فلويد، واحد لو فلويد شو واحد لو فلويد فخوا، بغينا ابارتيغ من لا شالور ولا لو فلو تيرميك اللي كاين في لو فلويد شو بغينا نسخنو داك لو فلويد فخوا ديالنا، والعكس صحيح، يعني سوا غادي نسخنو الفلويد سوا غادي نبردو الفلويد. الوغ بخلاصة هذا هو لوبجيكتيف ديال لي شونجور دو شالور. كاين واحد الخاصيه اخرى ديال لي شونجور دو شالور هو ان كما قلنا عندنا لو ترانسفير ديال لو ترانسفير تيرميك، وكذلك ان دونك هاد الخاصيه ديال سواء نسخنوا لو فلويد ولا نبردوا الفلويد كيكون كما غادي نشوفوا في هذه الحلقه هذه في ان شونجور دو شالور عندنا لي توب باراليل، سكي في ان عندنا لي فلويد لي دو فلويد كيسيركوليو في لي شونجور بلا ما كيتميلونجا، داكوغ، يعني غيكون عندنا غير لو ترونسفير اترافير دونك لا سيرفاس ديشونج لي كيسيباري لي دو فلويد. هذا بالنسبة لا ديفينيسيون. دونك كيما كتشوفو هنا اخواني اخواتي عندنا في هاد ليماج هادي عندنا واحد ليكزومبل ديال لي شونجور. دونك عندنا هنايا لونتخي ديال الفلويد الأول، وهنايا السورتي ديالو، وهنا عندنا لونتخي ديال الفلويد الثاني، وهنايا السورتي ديالو. دونك باغ اكزومبل الا كان عندنا الفلويد فخوا غادي يمشي لنا في هاد لو توب هنايا، غادي ندخلو الفلويد شو في هاد
l'entraîner naya on va dire khorjena donc avec le contact donc à travers la surface d'échange on voit les cailles atteignent avec le transfert de flux thermique donc une idée générale à l'échangeur donc naya fin de la vidéo inchallah on va présenter l'échangeur à courant parallèle. Donc, il y a bzaf de les types des échangeurs, il y a les plaques, il y a les courants coaxiaux, il y a bzaf de les types. Donc, on a sorti la vidéo à la courant parallèle. Inch'Allah, on va présenter les autres types, les baqis. Donc, l'échangeur à courant parallèle, on a juste les types, il y a un échangeur à courant à co-courant ou un échangeur à contre-courant. Donc, le bidon de l'échangeur à co-courant, échangeur à co-courant ou là, qui est échangeur antiméthodique, les deux fluides sont disposés parallèlement et vont dans le même sens. Dans un échangeur antiméthodique, la température de sortie du fluide froid est nécessairement moins élevée que la température de sortie du fluide chaud. Donc, co-courant, il y a les deux fluides qui sont le même sens, même en يعني ان عندي لونطري ديال واحد الفلويد من هنا والسورتي من هنايا ولونطري من هاد الناحيه والسورتي من هاد الناحيه دونك الى دخل الفلويد ديالي الثاني من هاد الناحيه غادي يتمشى من هنا في هاد لو سونس هذا ويخرج من هنا دونك كتلاحظوا بان لي دو فلويد راهم غاديين لنا في لو ميم سونس دونك كيتسمى لنا باردون ايشونجور ا كو كورون كذلك عندنا لا تمبيراتور دو سورتي ديال الفلويد فخوا Donc, le fluide libre, la température de la sortie de l'eau, qui est considérée à la température de la sortie du fluide chaud. D'accord? Donc, juger le chassiat, c'est qu'on a appris les l'échangeur à coût courant. On a les deux fluides qui sont mis en neuf le même sens, ou la température de le fluide froid, qui est nécessairement assez min la température de sortie du fluide chaud. Deuxième type, échangeur à contre-courant. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un isme contre-courant. Il y a un les deux fluides radicaux dans le sens opposé. Qu'est-ce que c'est échangeur méthodique? Les deux fluides sont disposés parallèlement, mais vont dans le sens opposé. Dans un échangeur méthodique, le coefficient d'échange est sensiblement supérieur à celui d'un échangeur antiméthodique. Et la température de sortie de fluide froid peut être plus élevée que la température de sortie de fluide chaud. Donc, on a quatre lahdou et trois lahdou. On a quand même les définitions des deux types. Qu'en chauffe la différence entre les deux. Donc, on a gonna le coup courant. On a les deux fluides dans le même sens. Ou on a la température de sortie du fluide froid qui est la température de sortie de fluide chaud. L'échangeur à contre-courant, qui est qu'on a les deux fluides le sens opposé, yani qui circule le sens opposé, ou la température de sortie de fluide froid, qui est qu'on peut être qu'on donc à kabar, mais la température de sortie de fluide chaud. T'as fait? Mais donc, deux jours, les hypothèses. Qui m'a dit que les problèmes, soit thermique ou la mécanique des fluides, toujours qu'on a خدمو ou qu'on حلو البروبليماتيك ديالنا en se basant على les hypothèses. Donc لما كون ما كانش عندنا des hypothèses كيكون عندنا البروبليم ديالنا compliqué. يعني ما غاش نقدروا نحلوه تلقا من لي غولاسيون اللي كنعرفوها. Alors les hypothèses اللي كنproposerهم في لو كا ديال واحد لو بروبليم اللي كيتريتي لي شانجور دو شالور هما كالتالي. Le fonctionnement en régime stationnaire, il ne touche par considération le temps, d'accord? Ou là, la température ne dépend pas du temps, donc stationnaire. Quand la pression constante, il y a la quantité de chaleur, c'est la variation d'enthalpie. Ou là, juger les relations. Donc la relation, il y a le fonctionnement de l'échangeur fluca adiabatique, il y a un débit. La variation d'enthalpie de le fluide awel زائد le débit de la variation d'enthalpie de le fluide tani يساوي صفر d'accord donc يعني ان le flux échangé ou la puissance d'échangeur كتساوي لنا
dB ديال الفلويد الاول في لا فارياسيون دو انتالبي ايغال دونك غادي نرجع هاد لا كونتيتي من الناحيه الثانيه موان dB ديال الفلويد الثاني في لا فارياسيون دو انتالبي ديال الفلويد الثاني. مزيان، دونك هادي في لو كا فونكسيونمون اديابوتيك. دونك في لو كا الا كان ما كانش عندنا شونجمون دو فاز، يعني كنخدموا في نفس ليطا، يعني راك خدام في ليطا ليكيد غتبقى في ليطا ليكيد، ما غاديش يكون عندنا شونجمون دو فاز، يعني ليكيد فابور ولا فابور ليكيد، وكتكون عندي لا كاباسيتي ايغالا كونستانت. دونك كنت شورت في واحد الثمانية سابق في الثيرموديناميك على ما اظن لا ديفيرونس ما بين سي بي و سي في. علاش خدينا سي بي؟ قلنا السي بي هي لا كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستون، داكوغ، و سي في هي لا كاباسيتي كالوريفيك ا فوليوم كونستون. دونك هنايا كيما كتلاحظوا مادام ليبوتيز ديالنا هي الثانية هي لا بريسيون كيكون ثابت، يعني غادي نخدمو بالكاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستون، داكوغ. الوغ لا غولاسيون في هاد لو كا هادي ما كانش عندي شونجمون دو فاز وكان عندي لا كاباسيتي ا بريسيون كونستون ثابته، غادي يكون عندي لو فلو كيساوي لنا دي بي فوا الكاباسيتي ديال الفلويد فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور اونتر سورتي او لونتري، كتساوي لنا موان دي بي فوا الكاباسيتي ديال الفلويد الثاني. دونك اوتوماتيكمون الا كانت عندي نفس الكاباسيتي الكاباسيتي ثابته، يعني غادي يكون عندي نفس الكاباسيتي فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور ما بين سورتي او لونتري ديال الفلويد الثاني. دونك هاد ليغاليتي كتقول لنا بان لو فلو ايشونجي اونتر لي دو فلويد كيساوي لنا لا بويسونس دو ليشونجي. الوغ اخواني اخواتي، هاد العلاقه مهمه ومهمه بزاف، لان الا كنا كنعرفوا لا بويسونس ديال ليشونجور غادي نحدد نقدروا نحددوا لا تمبيراتور ديال لونتري ولا ديال السورتي ديال واحد الفلويد ما بين هاد لي دو فلويد. الا كنا كنعرفوا لي تمبيراتور غادي نقدروا نحددوا لا بويسونس ديال ليشونجور، متفقين؟ دونك هاد العلاقه مهمه بزاف، وكما غادي نشوفوا في لابليكاسيون دروك غادي نخدموا دونك هاد العلاقه باش نشوفوا كيفاش نحسبوا لا تمبيراتور ولا لا بويسونس ديال لي شونج. الوغ عندنا اون ابليكاسيون كتقول لنا اون ديسبوز دو 2000 كيلوغرام بار اور دو ا 60 دوغري سيلسيوس بور فير باسي دو 15 دوغري سيلسيوس ا 30 دوغري سيلسيوس 4000 كيلوغرام بار اور دو فوا avec CP égale 4180 joules par kilogramme fois Kelvin. Donc, ce qui est le quelle est la puissance de l'échangeur? Ce qui est le on déduire la température de sortie de fluide chaud. Donc, là, l'application qui nous la relation qui soit la puissance de l'échangeur ou la température. دونك غادي في هذه اللحظه غادي نطلب من الاخوه والاخوات اللي باغيين يخدموا هذا الاكزرسيس يوقفوا لا فيديو ويحاولوا انهم يجيبوا ورقه وستيلو وينطلق من هذه العلاقه اللي شرحناها قبل، يحاولوا يجاوبوا على هذا التمرين لانه تمرين بسيط، غادي غير ديروا ابليكاسيون ديال هذه العلاقه هذه. انا غادي نكمل التصحيح باش من بعد الاخوه الى حاولوا انهم يخرجوا هذا التمرين يصحوا ويشوفوا واش نفس النتيجه غادي تخرج مع هادشي اللي غادي نبرزونتي دروكين ولا دارو شي خطا. دونك اولا غادي نكتبوا لي دوني ديال الاكزرسيس ديالنا. عندنا واحد دي بي ديال لو 60 دوغري سيلسيوس، كما كتلاحظوا يا اخوان اخواتي، يعني هنا هاد لا تمبيراتور ديال 60 دوغري كثر كبر من 15 كبر من 30، يعني كتلاحظ بانما في لونتخي ديالي عندي 60 دوغري، يعني ديال لو شو اوتوماتيكمون ديال لو شو. هنايا عندي واحد الفلويد فخوا ولا لو فخوا، لو فخوا كيدخل ب 15 دوغري وكيخرج ب 30 دوغري، يعني لونتخي ديال الفلويد فخوا هي 15 والسورتي ديالو هي 30، يعني غادي لا تمبيراتور ديالو غادي تكبر، والدي بي هو 4000 كيلوغرام باغ اور. هنا عندي الدي بي ديال الفلويد شو وعندي لونطري ديال الفلويد شو اللي هي 60 دوغري سيلسيوس. يعني شنو هو لانكونو اللي ما عنديش؟ لانكونو هو لا بويسونس دو ليشونجور و لا تمبيراتور ديال سورتي ديال الفلويد شو. دونك هادشي اللي كنلاحظوه انطلاقا من الاسئله. مزيان، دونك غادي نشوفو التصحيح ديال هاد لابليكاسيون. دونك في لا ريبونس حطيت لي دوني دو بروبليم، عندي الفلويد فخوا قلنا
La température d'entrée est à 15 ou la température de sortie est à 30 ou débit ou à 4 000 kg par heure. Ou le fluide chaud, température d'entrée est à 60 degrés Celsius, température de sortie, ma kanaarfhach ou les tlaboumna ou débit ou à 2 000 kg par heure. Ou alors on a la capacité liée à 4180 joules par kilogramme fois Kelvin. Donc quelle est la puissance de l'échangeur? Donc on a العلاقة ديالي هي هذه. دونك كنعرف بان لا بويسونس دو ليشونجور كنحسبها بهذه العلاقة هذه. دونك كنعرف دي بي ديال الفلويد في خوا، كنعرف الكاباسيتي، كنعرف التمبيراتور دو سورتي، وكنعرف التمبيراتور دونتخي. دونك نقدر نحسب لا بويسونس دو ليشونجور. الوغ غادي نكتب العلاقة ديالي، لو فلو ولا لا بويسونس دو ليشونجور كتساوي لنا دي بي فوا الكاباسيتي فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور. الوغ واحد الملاحظه اللي هي مهمه، هنا يعطونا الدي بي بالكيلوغرام باغ، حنا كنعرفوا بان الدي بي بالكيلوغرام باغ سكوند. دونك الله يجازيكم بخير اخواني اخواتي، حذاري لان الوحدات بعض المرات كتكون لنا العلاقه صحيحه وكتكون عندنا لابليكاسيون اللي غادي نديروها صحيحه، ولكن مي كنديروش اتونسيون في الوحدات كتخرج لنا ريزولتا خاطئ. دونك الدي بي كيكون عندنا بالكيلوغرام باغ سكوند، يعني اوبليجي هنايا غادي نحول الدي بي ديالي غادي نقسم على 3600، لان عندنا اون اور فيها 3600 سكوند. دونك غادي نقسم على 3600، غادي نضرب في الكاباسيتي اللي هي 4180 ونضرب في لا ديفيرونس دو تمبيراتور. دونك تمبيراتور دو سورتي ديال الفلويد في خوا هي 30 والتمبيراتور دونتري هي 15. غادي نتلاقى 69666 وات، يعني اللي هي 69.7 تقريبا كيلو وات. دونك هنا غادي نكون خرجت لا بويسونس ديال لي شونجي مزيان. دونك هنايا هاد لابارتي الاولى كملت منها خرجت بها لا بويسونس ديال لي شونجي. دونك غادي ننطلق لابارتي الثانيه. لابارتي الثانيه مادام كنعرف لا بويسونس ديال لي شونجي، كنعرف الدي بي ديال الفلويد شو، وكنعرف التمبيراتور ديال لونطري ديال الفلويد شو، وكنعرف الكاباسيتي، يعني غيتبقى لي غير تي دو سورتي اللي غادي نقدر نحددها. الوغ تمبيراتور دو سورتي ديال الفلويد شو، دونك كيما قلنا غادي نكتب العلاقه ديالي كيما هي. عندي هنايا موان دي بي فوا الكاباسيتي فوا لا ديفيرونس دو تمبيراتور. دونك غادي تلاحظوا اخواني غادي هاد الموان غادي ندخلو، دونك الا دخلتو غتولي لي لا تمبيراتور دونتري موان لا تمبيراتور دو سورتي. كانت عندي هنايا لا تمبيراتور دو سورتي موان لا تمبيراتور دونتري، من غادي ندخل الموان غادي نقلب. داكوغ دونك الدي بي كنعرفو قلنا هو 2000، غادي نقسم كذلك على 3600 باش نحول الكيلوغرام بار سكوند، غادي نضربها في 4180 اللي هي الكاباسيتي، وغادي نضرب في 60 ناقص تي اس اللي كنقلب عليها. داكوغ تي اس هي لا تمبيراتور دو سورتي دو فلويد شو. مزيان الوغ قلنا لا بويسونس ديالي هي 69666، غادي نخليها بالوات لان كنخدم في لونيتي انترناسيونال. غادي نحسب 2000 مقسوم على 3600 فوا 4180 غتعطيني 2322. دونك غادي نقسم 69666 مقسومة على 2322 تساوي غتبقى لي غير 60 ناقص تي اس، وبالتالي نخرج لا تمبيراتور دو سورتي ديالي اللي هي 30 دوغري سيلسيوس. الوغ غادي يكون عندي هنايا لا تمبيراتور ديال لونطري ديال الفلويد فروا هي 15، لا تمبيراتور دو سورتي ديال الفلويد فروا هي 30، لا تمبيراتور دونتري ديال الفلويد شو هي 60، ولا تمبيراتور دو سورتي ديال الفلويد شو هي 30 دوغري سيلسيوس. الوغ حتى لهنا غادي نكون اخواني اخواتي وصلت للنهايه ديال التمرين ديالي. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا من هذه الحلقه هذه، وهذه هي غير واحد لابليكاسيون ديال لي شونجور de chaleur, donc co-courant contre courant les à tube parallèle ou la courant parallèle. Donc quand on a les frères انهم يكونوا استفدوا معنا، وان شاء الله في حلقات قادمه غادي نحاول انني نزيد ننزل تمارين اخرين باش يزيدوا الاخوان يفهموا. دونك الى عجبكم المحتوى ديال الفيديو ما تنساوش اخواني اخواتي انكم ديروا لايك
لا فيديو تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش كاع دائما تعمل فائده وكاع الاخوان يستافدوا. ما تردوش انكم تابونوا في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى ان شاء الله التوفيق لجميع الاخوان والاخوات والمزيد من النجاح ان شاء الله في الحياه ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.